وفي الجدول الاتريزيا كلهم برضو كان عليهم اختلاف. الجدول الاتريزيا دي
هو المنطق بدون الأجهزة بأمانه. فجيل بايلوت فين ولا ايه؟ ولا مش بايلوت فين؟ بقول لكم بدون الأجهزة والله لو كان موبايل ضغط فتح هنا فالمنطق هيبقى غالبا ايه؟ بايلوت فين. انما لو كان موبايل ضغط فتح هنا صح ولا لا؟ ممكن يبقى البومبنج ايه؟ مش بايلوت فين؟ طبعا الكلام ده لوجيك، بس انتوا دول على فكره شاطره يعني ايه؟ يعني معظم الدفعات كنا خلاص بنقول لهم البومبنج دايما بايلوت فين دي ايه؟ بيعتوها، بس انتوا ما عرفتوش الحته دي المره اللي فاتت صح؟ انتوا دفعه شاطره ما عرفتوهاش، وقعدتوا تقولوا ما البومبنج ده ممكن يبقى بايلوت فين ومش بايلوت فين، فرحت دورت في البرزنتيشن بتاع جراف الاطفال لقيتهم كاتبين ان البومبنج من 75 ل 80% بايلوت فين. يعني البومبنج مش لازم يبقى 100% ايه؟ بايلوت فين. مكتوبه في المحاضره بتاعت المين ستريم 75% البومبنج ماله؟ بايلوت فين. مكتوبه في المحاضره بتاعت الاي ام بي البومبنج ماله؟ 80% ايه؟ بايلوت فين. فمش هنختلف بقى هي 75 ولا ايه؟ ولا 80، بس ممكن تبقى فعلا بايلوت فين. برضه الحته اللي عجبتني قوي في المحاضرات سواء بتاعت المين ستريم او الاي ام بي يعني ان الديودن الاتريزيا ليها كذا نوع. بكتبه على الشمال انواع الديودن الاتريزيا. تمام؟ هما ليها كذا نوع. نزود على الشمال حاجه بسيطه. اول نوع اللي يبقى فيه الديودن الاتريزيا فعلا. او الديودن الاوبستراكشن. يعني المشكله فين؟ المشكلة في مين؟ في الديودرا. المشكلة في الديودرا نفسه. لما تبقى المشكلة في الديودرا نفسه هيبقى في حاجة من ثلاثة في الديودرا. معلش ظبطه يعني احنا بنحاول نجتهد يعني. لما يبقى في مشكلة في الديودرا ممكن تبقى أتريزيا. دي حتة فيها ضامي كانلايزيشن. ممكن يبقى ثينوزس. يعني حتة إيه؟ يعني إيه ثينوزس؟ حتة ضيقة وممكن حاجة اسمها انترا ليمينال ويب. انترا ليمينال ويب. والانترا ليمينال ويب ده معناه ان الميكوزا يبتدي تكبر. دي كونجنتال انوميلي الميكوزا يبتدي تكبر. انا بعمل ايه يا مي يا حبيبتي؟ انا بدور على انواع الديودرال ايه؟ اتريزيا اللي هي نتيجه اسباب في الديودرا، يا اما ترو اتريزيا يعني فيلي روبوت انلايزيشن، يا اما حته مالها ريكشر، يا اما الميكوزا اللي بيتت كده. لما تبقى الميكوزا اللي بيتت كده بيسموها انترا ليمينال ايه؟ كل دي اسمها ديودرا كوزز او ديودرا ايه؟ اوبستراكشن. وبعدين نمره اثنين كانواع ديودرا اتريزيا يعني دي خدناها المره اللي فاتت. ان البني ادم هيبقى عنده ايه في البنكرياس؟ انيولار بنكرياس. انيولار بنكرياس. تمام. ثالث نوع من الديودرال اتريزيا تمام اللي بيعدي على الديودرال كونجنشن بنت كده هناخدها بعد شويه. فايبرس بنت بتقفل الديودرال من بره. دي مهمة أوي بيحبوها أوي دي. جاية في كونجنتال أنوميليز بعد شوية. البند دي اسمها بند أوفلات. جت منين هنعرف حالا أو بعد خمس دقايق. حاجة اسمها بند أوفلات. بند أوفلات لات. قال لي كابيتال إيه دبل دي. بند أوفلات. فهنا يعني اول حاجه في ديودرال اتريزيا المشكله فين؟ في الديودرال. ثاني حاجه الوقت عنده ديودرال اوبستراكشن عشان في مشكله فين؟ في الانيولار بنكرياس. ثالث حاجه الوقت عنده ديودرال اوبستراكشن عشان في مشكله فين؟ في البندوبلاد هنعرفها بعد شويه. رابع حاجه لقيتهم كاتبينها برضه في المحاضرات يعني هم بيكتبوا فيه في المحاضرات هو البورتال فين؟ البورتال فين في الاناتومي؟ ورا الديودرال ولا قدام الديودرال؟ قدامه؟
لا ورا. البورتال فين بيعدي ورا اليودرن. في بني ادمين عندهم حاجه اسمها بري يودرن بورتال فين. بري يودرن بورتال فين. يعني مين اللي قافل اليودرن؟ مين اللي قافل اليودرن؟ البورتال فين اللي ماله؟ اللي بدل ما يكون وراه بقى وط قدام. ويمكن لما تاخدوا محاضرات جراحه الاطفال وتيجي سيره باند اوف بلاد وتيجي سيره الناس اللي بتحضر تركز مش الناس اللي بتقعد تسمع تسجيلات في المحاضره، فلما يجي باند اوف بلاد او بريد يوزن البورتال فين فيمكن والله خدناها فين؟ خدناها في الدرس الرابع قال لنا في حاجه اسمها وط بريد يوزن البورتال فين او حاجه اسمها ايه؟ باند اوف بلاد. كل دول يندرج تحت انواع الديدون الايه؟ اوبستراكشن. عشان كده زي ما اتفقنا على حسب بقى القفله فين، بس اجتمعوا كده بجراحه الاطفال انها 80% بتبقى ايه؟ بايل ايه؟ بايل ستين. ما دون ذلك ما فيش مشاكل، يعني في دبل بابل ساين، في دبل بابل ساين، واللي عندهم ديدون الاتريزيا غالبا بيبقى عندهم ايه؟ داون ايه؟ سندروم. هو داون سندروم ده تراشي كامل. 21 كويس من الاطفال 21. واي نوع من الديدون الاتريزيا دي، اي نوع من الديدون الاتريزيا دي زي ما اتفقنا الحته اللي في النص دي ما لناش دعوه بيها، الحته اللي في النص ما لناش دعوه بيها، او الحاجه اللي قافله ما لناش دعوه بيها. انا هنوصل الديدون من فوق بالديدون من تحت اسمها ايه البطه دي؟ ديدون ايه؟ ديدون اوستومي. ولو مش عارفين يوصلوا الديدون من فوق بالديدون من تحت هيوصلوا الديدون من اللي فوق منين على طول؟ بالديدون. والحته دي ما بتتلمس. يعني هما تقريبا بيعملوا باي باس. باي باس الحته اللي باي باس الحته اللي المقفول. طيب. هناخد بعد شويه بيت الحاجات اللي بتعمل نيونيتال انتسايمال اوبستراكشن. هبتدي الدرس بكده. نيونيتال ايه؟ انتستاينال اوبستراكشن. وكلمه انتستاينال اوبستراكشن يعني الانفه في مين؟ في الانتستين. والانتستين بتبتدي بمين؟ باليودرام. فاحنا خدنا حكينا فين اليودرام؟ مين اللي حاجتين خدناهم اليودرام؟ اليودرام الاتريزيا وانيرال بانكرياس. في برضه في الكونجنتال انوماليز كده حاجه اسمها جيجنال ويدي الاتريزيا. ده انت بصرا. جيجنال وليبيان فيزيا. مبدئيا الجيجنال اتريزيا 33% وليبيان اتريزيا 25%. ظبطوا الورق. الجيجنال اتريزيا 35 وليبيان اتريزيا 25. دول يطلعوا كام على بعض؟ او بلاش يعني نخلي دي 35 عشان يعني ايه احسن مش عارفين تحسبوها فاعتبروا الفيديو 35. دول يطلعوا كام؟ 60%. يبقى ناقص كام؟ 40%. يبقى 40%. يبقى الفيديو الاتريزيا كام في المية؟ 40%. يعني بالانتصال الاتريزيا مين اكتر حته فيها اتريزيا؟ بالانتصال الاتريزيا مين اكتر حته فيها اتريزيا؟ الفيديو موست كومن انتستاينال اتريزيا في الديودرم. يا ليها مين؟ يا ليها الديودرم يا ليها مين؟ ليه بقى بيحصل جيجنال ويليا اتريزيا؟ غالبا حصل المعلومه دي مهمه جدا 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 باسكولار اكسيدنت ان يوترو. ايه الكلام اللي عندك؟ باسكولار اكسيدنت ان يوترو. يعني الواد وهو فين؟ في بطن مين؟ بطن امه. اتقفل حته من مين البيدي بلس سبلاي سمول انتستين؟ مين البيدي بلس سبلاي سمول انتستين؟ اني ميزنتريك فيهم؟ سوبيريو ميزنتريك ارتري. ففي غالبا حته من السوبيريو ميزنتريك ارتري او برانشات من السوبيريو ميزنتريك ارتري اتقفل. في برانشات من السوبيريو ميزنتريك ارتري اتقفلت. فالحتت اللي كان المفروض تاخد بلاد سبلاي من البرانشات بتاع السوبر ميزنتريك ارتري اتقفلت ما تكونتش اساسا. ما تكونتش اساسا. فعشان كده الفيوجنال اتريزيا اتديوت وات؟ باسكولار اكسيدنت او باسكولار انسلت.
سهلة دي ولا صعبة؟ تمام. يبقى this congenital anomaly due to vascular accident. حلو. نيجي بقى لمين؟ نيجي مين تاني؟ الجودرال ايه؟ اتريزيا. الجودرال اتريزيا هنعتبرها ايه congenital anomaly؟ يعني دي اعتبرناها ممكن تبقى congenital anomaly مثلا نتيجة اللي هم جالها فيرال ايه؟ infection. ممكن تبقى congenital anomaly مثلا نتيجة اللي هم خدت راديو ايه؟ ثيرابي او ادوية. ده هنا congenital anomaly في الجودرال ايجنت نتيجة vascular accident. طب دي كونجنتال انوملي اللي بيسموها كونجنتال انوملي ديو تو وات؟ ديو تو في الجدرة حصل مارد بولم. الجدرة حصل فيه مارد بولم. يعني مشكلة في الديفولتمنت بتاعه مش مشكلة في قفلة مين؟ المشكلة في الديفولتمنت بتاعه مش المشكلة في قفلة الايه؟ البلاس سبلاي بتاعه. بأي حاجة كده فيها اختلاف في الشكل بيسموها كونجنتال انوملي او في مالت ديفول. كلام ملعب شويه. طيب ده برضه كانت جنرال ميديا اتريزيا نوت اسوشيتد بيز اذر انوماليز. يعني دلوقتي مع جنرال ميديا اتريزيا ايه بس جنرال اتريزيا غالبا اسوشيتد بيز اذر ايه انوملي. لسه في انوملي بقتنع منه. مين هو؟ مين اللي مع جودرال اتريزيا؟ ممكن عنده البنكرياس، ممكن داون سيندروم والكارديك انوملي برضه. الجودرال اتريزيا يبقى معاها كارديك انوملي. انا ابتديت احصل مقارنه ما بين مين ومين؟ جودرال اتريزيا والجودرال ميديا اتريزيا. وهما الاثنين دول بيندرجوا تحت بند كبير كده اسمه يونيتا ايه؟ يونيتا الوقت انتستان الاوبستراكشن. انما الشيبس ما هواش انتستان الاوبستراكشن. الشيبس يعتبر ايه؟ كاثريك اوبستراكشن. هو بيطلب الديفرنشال دايكنوز معاهم عشان البومبنج وكده، بس الشيبس از نوت انتستان الاوبستراكشن. ايوه يا ندى هاني. مال ديبورتمنت يعني كون غلط. مال ديبورتمنت مال يعني وحش. تمام؟ بقى كون ايه؟ كون غلط. نيجي بقى للسكيما العامة. السكيما العامة دي احنا ممكن نقول خدنا عنها فكرة في الاختصاص سيرشن يعني. أي عين عنده انتستان الاوبستراكشن؟ طفل كبير رضيع مولود بيشطب هيموت بكرة. أي عين عنده انتستان الاوبستراكشن؟ يبقى عنده فور كارنال سيمتوم. مين الفور كارنال سيمتوم؟ مين البين بريزنتنج سيمبتوم؟ كوليبس. يعني ايه بعد كوليبس؟ ديتنشن. يعني ايه بعد ديتنشن؟ بومتنج. ايه الرابعه بتاعتنا بعد بومتنج؟ سيفير كونستيبيشن. يعني اي واحد عنده اي حاجه من حاجات الانتستان الاوبستراكشن دي هيبقى عنده كوليبس وديتنشن بومتنج وسيفير كونستيبيشن. واي قفله في الانتستن مش في الاستومك، فالبومتنج طبعا بتاع الانتستن بيبقى ايه طبعا؟ البومتنج لما بيجي من الانتستن بيبقى باي ولا نوت باي للتيل؟ باي للتيل. فالبومتنج هنا طبعا بيبقى باي للتيل. هنا بقى نيجي لكلمة ديستنشن. نيجي لكلمة ديستنشن. وهسألك سؤال فيري بيزك. فيري بيزك. العيان يبقى عنده ديستنشن أكتر لما يتقفل تحت ولا يعني يبقى عنده ديستنشن اكتر لما تقفل فوق؟ يعني هل مثلا لو قافله في الجوجرم تعمل ديستنشن؟ تعمل ديستنشن. طب قافله في الاليوم تعمل ديستنشن؟ تعمل ديستنشن. طب قافله في الكولو تعمل ديستنشن ولا ما تعملش؟ تعمل. بس بالعقل كده، بالعقل كده كل ما القافله تبقى ايه؟ تحت تعمل ايه؟ ديستنشن اكتر. يعني مين مثلا في الاطفال؟ كنتوا خدتوا كده في الاطفال بيبقى عنده ماركت ديستنشن كبير قوي. اللي مقفول في الكولون كان اسمه اللي مقفول في الكولون هيرش سبرانج. هيرش سبرانج دايما يقول لك ماركت ديستنشن. ايش معنى الهيرش سبرانج اللي ماركت ديستنشن؟ يعني لان القفله مالها تحت قوي. يعني اي ديستنشن اوبستراكشن لازم نعاني معاه عنده ايه طبعا؟ ديستنشن. بس ديستنشن ايه؟ الديستنشن ايه يعني؟ درجات. ديستنشن درجات. واي يعني عنده ديستنشن اوبستراكشن؟ يعني عنده ديستنشن اوبستراكشن لما نيجي نفحصه هنفحصه جنرال وهنفحصه لوكال طبعا.
هو اكيد اللي عنده تصنر اوف فراكشن هيبقى عنده ساينز اوف ديهايدريشن من كتر الايه؟ الفومتنج. انتوا عارفين طبعا من الاطفال ان ديهايدريشن يعني كلام بيزك بتعمل تاكيه جازيه وبتعمل ايه في الضغط؟ هاي بوتنشال ده العادي يعني تمام. ولما نيجي نحفظ اي عام عنده تصنر اوف فراكشن يعني في اللوكال فبنحفظ الانسبكشن طبعا فبنسبكشن هيبقى برضه مالها؟ الانسبكشن هيبقى برضه ايه؟ بستاندرد. ولما نيجي نعمل له بيرباشن من كتر الديستنشن هنلاقي ايه؟ هايبر ريزونانس. ولما نيجي نعمل له اوسكالتيشن عشان هو مقفول ففي الاوسكالتيشن دايما بنلاقي ايه؟ اكسنتويتد بارت انتستاينال ايه؟ تمام ليه يا فندم؟ عشان هايبر بريستاليستيك اوفر كامل اوبراشن عند الحته القافله لازم الحته اللي قبليها مالها؟ تشتغل جامد عشان تحط بركامل فراكشن. ليبيا في هايبر ريزونانس عشان الديستنشن والفلوز المليان والهواء اللي مليان ده بريستاليستيك بيعمل هايبر ايه؟ ريزونانس الهواء. فبالتالي دي سكيما عامل اي عنده انتستاينال ايه؟ اوبراشن. وبرده عشان يعني حته راحه الاطفال اللي احنا دخلنا فيها اي عنده انتستاينال اوبراشن اي عنده انتستاينال اوبراشن سواء كبير سواء صغير سواء بيخلص يعني لما نيجي نعمل له انفستيجيشن لازم نعمل له لابو راديولوجيكال. فاهمين يعني لابو راديولوجيكال؟ لاب يعني لازم اشوف الصوديوم والبوتاسيوم والكلام ده كله من يعني بيفومت. وزي ما انتم عارفين الفومتنج بيدخل في بري رينال فيلير فلازم تعمل له كمان كيدني فانكشن ايه؟ ده صح ولا انا غلطان؟ مش الواد جاي اكيوت فومتنج فلازم نشوف صوديومه، لازم نشوف بوتاسيومه، لازم نشوف الكيدني فانكشن بتاعه بتاع الكيبرينيال ولا لا، ولازم نشوف الاي بي جي بتاعه. ليه لازم نشوف الاي بي جي بتاعه؟ اي واحد عنده اتصال الاوبزرش. لان في حاجات بتدخل لها. الشيرت دخل في ايه؟ في الميتابوليك كالوز. كل اتصال الاوبزرش الثاني ده اللي احنا عمالين نتكلم عليه بقى هيدخل في اسيدوز. ميتابوليك اسيدوز. يعني تقريبا كل انتصال الاوبستراكشن بيدخل في اسيدوز ما عدا شيبس. تفتكروا ليه بقى الانتصال الاوبستراكشن التاني بيدخل في اسيدوز؟ ده بيرجع منين ده بتاع الانتصال الاوبستراكشن؟ بيرجع من التست. التست مليانه بايكار. التست مليانه بايكار، التست مليانه بايكار. فده بيلوز بايكار بقى اكتر من اسي ال، بيلوز بايكار بالهبل. عشان كده كل انواع انتصال الاوبستراكشن بتدخل في اسيدوز. فيمكن مثلا اللي بيذاكر من الورق هتلاقوني كاتب اس بي 4 سي بي 4. انا قلت الحاجات دي كلها احنا ماشيين تبع السكيما بتاع الفضل انتستاينال ايه؟ واي عيال عنده انتستاينال اوبستراكشن زي ما عملنا له ده هنعمل له ايه؟ هنعمل له راديولوجيكال. والراديولوجيكال في الانتستاينال اوبستراكشن خدتوها في البطنه كده خدتوها في البطنه اللي يعني لازم يعمل وقت بين ايه؟ اكس راي. والبين اكس راي ده بنعمله ايه؟ وبنعمله سباين. نعمل بين اكس راي اريك ونعمل بين اكس راي سوباين. يعني العيان بيتصور اكس راي واقف وبعدين العيان يتصور وات؟ اكس راي نايم. ايه فايده الاكس راي الواقف؟ بيبان كده وهو مكتوب. اللي بيسموها مالتيبل فيو ليفل. عشان ده كده عنده كونفيرمنت دايجنوزز مالتيبل فيو ليفل. وبالمناسبه برضه عشان الناس قالوا لي في المالتيبل فيو ليفل لو انا صحيت يوم الجمعه لو انا صحيت يوم الجمعه وضربت فول بالبيض وبيض بالبسطرمة بعد ساعتين ثلاثة لازم يبقى عندي وقت برضه مالتيبل ايه؟ ليه ونابل عشان واكل اكله تقيله بس انا كلينيكالي مش وط مش ابستراكتد يعني اي بني ادم واكل اكله تقيله هيبقى عنده مالتيبل فيو ليفل بس انا بتكلم ان عنده ماله هنا كلينيكالي ابستراكتد فعايز اتاكد انه راديولوجيكالي ماله ما انا كده اتاكدت كلينيكالي كلينيكال بيكشر انا كده هتاكد ليه؟ راديولوجيكالي فعلي عنده مالتيبل ايه؟ فليو فعشان كده مثلا الناس اللي حضروا مسالك طبعا هنبتدي مسالك يوم الاربعاء الناس حضروا مسالك يوم الاربعاء لما هنبتدي مسالك ان شاء الله لما اجي اعمل بين اكس راي لما اجي اعمل بين اكس راي عشان اصور حصوه او دياجنوز ستون فلازم العيان في البين اكس راي بتاع المسالك بقى بيعمل ايه قبل ما يتصور اكس راي للحصوه؟ لا مش يشرب ميه كتير ولا بياخد سفره بيعمل حقن شرجيه وبياخد فحم كتير. ليه بيعمل حقن شرجيه وياخد فحم كتير؟ عشان لما يبان ان مالتيبل فيو ليفل والاستنشن وكده ده هيلغوش على شكل مين؟
الاستون. فهمت الفكره؟ لازم الان رايح يعمل اكس راي لابدومين نقول له انت عايز اكس راي ابدومين عشان انترستانيال اوبستراكشن يعمله على طول، ولا انت عايز اكس راي ابدومين عشان وضع الستون؟ فتعالى بس ادخل حمام نعمل ايه الاول بقى؟ هون شرجيه وفحم وبتاع عشان اي عيان عادي انك انت تلاقي في بطنه ومطنه كتير ده اللي هو يعني. يعني هنا بنعمله عشان الاكس راي هنا راديولوجي نتاكد بقى احنا اتاكدنا كتير. طيب هنصوره بعد كده سبايك. ايه فايده السباين ده؟ السباين ما بيوريش مالتيبل فيو دبل، عشان يطلع مالتيبل فيو دبل لازم اكون ايه؟ اوير. السباين بيوري دايليتي دوز. السباين بيوري دايليتي دوز. دايليتي دوز. ما بعرف شكلها، يعني ايه ما بعرف شكلها؟ يعني لو لقيت العيال عنده دايليتد جيجرام بس. العيال عنده دايليتد جيجرام بس. يبقى العيال غالبا مقفول فين؟ يعني بعمل في اكس راي سوباين فلقيت عنده دايليت الجوجرام يا مي. لو في دايليت الجوجرام يبقى العامله فوق فين؟ هي في اخر الجوجرام؟ هي في اخر الجوجرام يا فين؟ هي في الاليم. ناخد فكره مبدئيه مقفول فين؟ طب لو لقيت عيان العيان دايليت الاليم طبعا والجوجرام برضه لقيت دايليت الجوجرام والاليم يبقى العامله فوق فين؟ غالبا في اخر الاليم. غالبا في اخر ايه؟ طب لو لقيت عند العيان دايليتد سيكونت ديسانتي كول ودايليتد ترانسفيرس كول عند العيان يبقى عندنا مقفول فين؟ مقفول فين؟ في السيكونت. انا بقول مثلا الفيليكس ري له فايده والفيليكس ري سوباين له ايه؟ فايده. الفيليكس ري يعمل لي تو كونفيرم دايجنوزز ان عنده وقت intestinal obstruction. لما اديني اكس راي سوباين بيفهمني ايه او بيقول لي ايه؟ مكان الهفه فين؟ بيديني مكان الهفه فين؟ بيديني فكره مبدئيه مكان الهفه فين؟ فهمت الفكره؟ معلش انا ليه يعني اتكلمت بالتفاصيل في الحته دي؟ عشان حسيت كده ان كنتوا لما انا شرحت المره اللي فاتت انفانتايل انترسبشن اللي يعتبر انترسبشن اوبستراكشن والنهارده هقعد اتكلم في النيوتر انترسبشن اوبستراكشن حسيت ان كنتوا مش يعني الموضوع لايت ما ايه؟ ما تعبش قوي. فاكيد احنا ابتدينا نتكلم على سكيما عامه لاي عيان عنده ايه في الدنيا؟ انترستانل اوبستراكشن. اللي احنا دلوقتي عاملين نتكلم على حاجه اسمها نيوريتر انترستانل ايه؟ اوبستراكشن. يعني ايه الواد الصغير ده؟ الواد الصغير انا بشرح موضوع اسمه جنرال ويليام. ايوه فين يا ولاد عمام؟ اهلا ازيك يا صاحبي؟ يلا يا تعال تعال. لا
على فكره برضه ما كنتش عايز اخدها وقلت له البسها وانت عريس وبتاع بس قال لي النبي يبدا الهديه فخلاص ايه ضحي ما كانش بياخد عندي عشان اخد هحكي لنا يعني عايزين تعرفوا دلوقتي؟ عايزين تعرفوا دلوقتي؟ عايزين تعرفوا دلوقتي؟ خلاص لو عايزين تعرفوا دلوقتي او عايزين تعرفوا انا مش هحكي القصه يعني لو عايزين تعرفوا دلوقتي ادخلوا على الجروب بتاعي. الجروب بتاعي وبصوا على البريفيس كفر فوتوز. البريفيس كفر فوتوز اللي على الجروب بتاعي. البريفيس كفر فوتوز بتاع الجروب بتاعي اللي حاطط دلوقتي فين هي؟ حاطط صورته انا قاعد اصور لكم بعد لو في بوست كده كلام وحش الدين اكسترين في ديريك وفي سوباين بعد كده هنعالج العيانين هنعالج الايه؟ العيانين والقاعده العامه القاعده العامه لما نيجي نعالج عيان عنده ايه؟ كلكم كده هتقولوا كلمه واحده اي يعني عنده انتوستانر اوبستراكشن لازم نعمل له ايه؟ سيرجري. اي يعني عنده انتوستانر اوبستراكشن لازم نعمل له ايه؟ سيرجري. الكلام ده مش صح قوي. الكلام ده مش صح قوي. يعني مثلا لما ناخد في الجي اي تي طبعا انا فاهم بجراحه الاطفال لما ناخد في الجي اي تي العيان اللي عنده بريتونايتس يعني ايه كلمه بتكلم مش على تي بي بريتونايتس اللي جالكم في الامتحان. خلينا في البروتونايتس بتاع الجراحه. في البروتونايتس بتاع الجراحه بطن العيان فيها ايه؟ بص كلمه بروتونايتس في الجراحه يعني بطن العيان فيها ايه؟ بص لما نيجي ناخد في جي اي تي كبير كلمه بروتونايتس فالبروتونايتس لازم نعمل له ايه على طول طبعا؟ سيرجري لان بطنه فيها ايه؟ بص انما اي عيان لما نيجي ناخد في الجراحه عنده كلمه ايه؟ فالعيان ده له فرصه ان الاول نعالجه كونزرفتيف بحاجه معينه لو كونزرفتيف ده فيلد هنضطر ايه؟ سيرجري يعني مثلا الديودينال اتريزيا ما كانش فيها كونزرفتيف الديودينال اتريزيا على طول اتعمل له ايه؟ سيرجري ديودينو ايه؟ ديودينو الانفانتايل انتسسبشن كان انتسسانر اوبستراكشن بس الانفانتايل انتسسبشن ما قلناش في الاول نعمل له ايه؟ سيرجري يعني قلنا نعمل له ايه في الاول؟ ما قلت لك ديجنوز الانفانتايل انتسسبشن هنعمل له ايه في الاول؟ هننفخه نحاول نعمل ايه؟ ريدكشن لو ريدكشن ده فيل كنا بنفتح العيان ونعمل حاجه اسمها ايه؟ اوبن ايه؟ ريدكشن مش اوبن ريدكشن وانترنال فيكسيشن واخدين عض انسوه دلوقتي ده اسمه اوبن ريدكشن فور وات؟ انتسسبشن لما بطلع عضم اي اوبن ريدكشن معاه ده مش عضم يا فندم حلو الكلام؟ حلو الكلام الفيجنال ميديا اتريزيا غالبا هيفيد فيهم الكونزرفتيف يعني هنعمل لهم عمليه فالناس ابتدت تتلخبط دلوقتي هو حضرتك يعني بنعمل عمليه ولا في علاج اللي عايز اوصله لك ان مش كل انتستاينال اوبستراكشن لازم ايه لازم عمليه على حسب نوع في انواع من انتستاينال اوبستراكشن لو انا متاكد ان العيان عنده الدياجنوستس الفلاني فممكن اجرب كده بحاجه معينه غير ان انا اعمل له ايه عمليه ده بقى الجينرال اتريزيا على طول بيعمل ايه عمليه مفيش حاجه على صالح الجينرال ايليا اتريزيا انتوا تفتكروا بقى لما افتح عيان والاقي عنده جينرال ايليا اتريزيا تفتكروا هنعالج العيان ازاي بمعلوماتكم الجميله في الجي اي تي يعني
اهو ادي العين اهو، ادي العين اهو، الخب ده مثلا حته في الجوجلوم اهي، والحته دي الاتريتيك. دي حته اتريتيك رائعه خالص اهو. اشيلها دي الحته ليه؟ الاتريتيك، واروح عامل دلوقتي برايمري هنا بقى من سايد تو سايد، ان انا الحته دي مالها؟ شلتها، هعمل برايمري اند تو اند انستموس. تمام؟ العادي ان انا اشيلها، العادي ان انا اشيلها، فكلكم هتقولوا طب اشمعنى في الديودرام ما شلتهاش؟ الديودرام صعب يتشال، الديودرام صعب يتشال، يعني كلكم بتقولوا اشمعنى الحته الاتريتيك في الديودرام ما شلتهاش؟ انا الحته الاتريتيك في الديودرام عملت فيها ايه؟ باي باس. لان الديودرام ده هوسه عشان يتشال، مفيش حاجه اسمها يشيل ديودرام. انما ممكن اشيل التاتن ايه؟ عادي. وكل الناس برضو هتسال نفس السؤال، يعني هتسال نفس السؤال وهقوله مره واحده، لو الحته دي وط، لو الحته دي اتريتك، كان يعني ينفع اسيبها، كان يعني ينفع اسيبها واعمل سايد تو سايد ايه؟ انستموزس. ايوه كان ينفع، ايوه كان ينفع، بس طالما الافضل ان انا ايه؟ اشيلها اشيلها. فعشان كده هنعمل ريسكشن للحته الاتريتك اللي هي في النص اهي، ونعمل هنا اند تو اند انستموزس. طيب وساعات العيانين، احنا لسه ما خدناش التايب، ساعات العيانين في الجيوجنال ديلي اسيسيا بيبقى عندهم مالتيبل سيجمنتس، يعني الاليا مثلا عامل كده، حته كويسه وبعدين حته اتريتك، وحته ثانيه كويسه وبعدين حته اتريتك، وبعدين حته كويسه وبعدين حته ايه؟ اتريتك. الديزيز له كذا نوع، اللي عنده مالتيبل اتريزيا هيضطر بقى للاسف يعمل ايه؟ هيضطر يشيل سيجمنت كبير، يعني مش هنقعد نتسلى عليه حته حته، يعني الحته دي مثلا اتريتك، والحته دي اتريتك اهو، والحته دي اتريتك، والحته دي اتريتك، مش هقعد اشيل واعمل في العين سبع انستموزس، لان كل حته هشيلها هضطر اعمل ايه؟ انستموزس جديد. فالافضل ان اجي من بعيد، اجي من بعيد واشيل السيجمنت الطويل اللي فيه وط مالتيبل ايه؟ مالتيبل اتريزياس، عشان في الاخر اعمل اللي عندها كام واصله؟ واصله واحده، لان كل واصله بعملها في العيان في الجي اي تي، كل واصله بعملها في العيان انا بخاف من العيان اللي يجي له ايه؟ ليكيج. تمام؟ ففي الجوجنال ايريا اتريزيا دي ممكن ابطو كامل سكول التاسع تتشال للاسف، ابطو 70%. يعني عندهم مالتيبل اتريزياس، مالتيبل اتريزياس، مالتيبل اتريزياس، اب تو 70% ممكن تتشال ونعمل برايمري انستموز. يفضل ايه عندي بيحبوه في الاطفال برضه هدرسهم لكم في المحاضره، هدرس لكم في الاطفال التايبس اوف اتريزيا. علينا الكلام ده؟ علينا الكلام ده. انواع الاتريزيا اللي في الاطفال. هنفتح ثلاث شروحات. المحاضرة اللي هي دي عليه وبيجي فيها أسئلة كتير.
اللي هي سوانكس. سوانكس دي علينا اكتر. علينا طبعا. هنعمل ايه علينا والله؟ عارف عارف كل حاجه. عارف عارف يوم السبت 2 مارس. عارف عارف والله متابع والله متابع. وحط لها ده اسمه امبيتيشن صح. حط دخلت واحده زميلته كانت على الفيس. المحاضره دي اساسا جاي منها اربع اسئله بس في امتحان الايه؟ في نص السنه. واللي هتيجي المحاضره دي اللي هو الداكو بتاع الفاسكولار انجري دكتور احمد فاروق. اللي هتاكل الفاسكولار انجري هو اللي هتيجي المحاضره بتاعت الامبيتيشنز. يوم السبت 2 مارس المحاضره بتاعت الامبيتيشنز هنعملها. ولو اي حد عايز يدور في الورق يعني المحاضره دي فين في الورق؟ المحاضره دي في الاوبرا. في الاوبرا عشان يعمل ايه؟ الاوبرا عشان ما حدش يقول المحاضره مش موجوده فين؟ في الورق. ولو هتتابعها من الاوبرا يعني هتلاقيها المفروض زي ما هيدرسها بالظبط. وانا فتحت البتاع ده ليه؟ عشان ناخد تايبس اوف ايه؟ انت فاينل ايه؟ تيز. دي تقريبا الصوره اللي عندكم في الورق يعني الصوره اللي عندكم في الورق. ده اسمه تايب 1 اتريزيا. تايب 1 اتريزيا عامل زي ده في تيودر اتريزيا. ان في حته من الميكوزا الليفيتد كده. لما تبقى حته من الميكوزا الليفيتد كده دي بيسموها وات؟ انترنيودال ايه؟ الويب. ده تايب 1 انت فاينل اتريزيا. ده تايب 2. في التايب 2 واضح قوي ان في حته هنا ايه اهي؟ دي اسمها ايه؟ ادريتك. دي حته ادريتك. مين ده اللي بيديها بلس سبلاي؟ الميزنتري. الميزنتري ويز نو جاب. يختلف عن تايب 3 ايه؟ تايب 3 ايه؟ مش حته فايبرس كورد ادريتك. تايب 3 حته من تلت مالها. مش موجوده. واهم حاجه ان هنا في وقت. في جاب في الميزن. في جاب في الميزن. صورت يا دكتوره؟ دكتوره موجوده. ما موجوده ماشي بس في ناس برضه يعني ما عليها اهو. بنحاول ندي كل الناس. تايب 4. تايب 4 هو اي كومباينيشن من الثلاثه. اي كومباينيشن من الثلاثه. يعني لو العيان عنده 2 انترا يومنال ويب نسميه وات؟ نسميه تايب 4. لو العيان عنده واحده تايب 1 واحده تايب 2 واحده تايب 3 يبقى كام؟ تايب 4. لو عيان عنده 2 تايب 2 و3 تايب 3 ايه و4 تايب 1 نسميه كام؟ تايب 4. تايب 4 ده بقى اللي غالبا بيحتاج ايه؟ يعني بص على الصوره. تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 ده اللي هنعمل له ماسيف ريسكشن ولا ليميتد ريسكشن؟ يا رب فاهمين بقول ايه؟ تايب 1 و2 و3 نشيل كتير ولا نشيل قليل؟ قليل. مين اللي هو ممكن يشيل فيه سيجمنت طويل اب تو 70%؟ تايب 4. تايب 4 هتشيل سيجمنتس كتير زي ما اتفقنا اب تو ماكسيمم كام؟ 70%. تايب 3 بي ده لوحده بقى. تايب 3 بي لوحده. ايه اللي بيحصل في تايب 3 بي ده؟ دي سمول انتستين كده. ده الصوت بيحصل ده هنا. ده ستومك وده الايه؟ اليوترن. يبقى اليوترن كله اتريزيا. الاتريزيا فين؟ الاتريزيا فين؟ في اليوترن مين؟ والاليم بيبقى كويس. والاليم بيبقى ايه؟ كويس. ده تايب 3 بي. اليوترن كله اتريتك والاليم كويس. وزي ما اتفقنا الجوجنر وليلي اتريزيا اللي ينصب فين في الجوجنر وليلي اتريزيا يا فاطمه؟ فاسكولار ينصب. تمام. فهنا بيبقى غالبا الباص سبلاي بتاع الجوجنر هو اللي اتقفل. والليليام بيبقى كويس. بيبقى كويس وكويس كده بس بيبقى لاحف على البرانش اللي بيديله ايه؟ الباص سبلاي. فقال لك الليليام لافف كانك وانت بتقشر ليه يعني؟ التفاح. مش لما بنقشر التفاحة أو البرتقانة. مش لما بنقشر التفاحة أو البرتقانة بيبقى ليش إزاي؟ كويلد كده. وسموا الأنومالي الغريبة دي اللي هي إيه؟ 3 بي. سموها أبل بي الأنومالي. أبل بي إيه؟ أبل بي الأنومالي اللي هي القفلة بتبقى مينلي في الجوجرا والليليوم كويس بس يعني عارفين اللي هو ماسك في البلس سبلاي بتاعه بيديه إيه؟
واسنانه على رأي خلي الصالح ماسك فيه بايديه واسنانه. لا ما انا ما بعرفش ارسم يا دانا والله يعني ده مشكلتي ولا يعني هو يعني هو يعني مش عارف هي لقيتها كده وخلاص. انت فاهمها طيب؟ ليه مش فاهمينها ليه؟ دي جيجرام ويليام. لا قصدي الرسمه مش فاهمها. لا مش مهم الرسمه يعني المهم الشرح. البنات اللي عليها والله ما عارف فين البنات. هو يعني في الرسمه دي كان كله واضح ما عدا مين. ما طب مش هقطع اللي بعمل ورق بنفسي فانا مش عارف اقطع بالفوتوشوب دي واجيب رسمه ايه؟ ثانيه ممكن يعني من اونلاين يعني بس مش مهم الرسمه المهم فاهمين اللي بقوله؟ ثاني يا صاحبي دلوقتي عندي جيجرام وعندي ايه؟ ايليا. البلس سبلاي بتاع الجيجرام هو اللي تقفل. فالجيجرام كله ايه؟ اتريتك. البلس سبلاي بتاع ايليا ماله؟ ما تقفلش. البلس سبلاي بتاع ايليا ما هو؟ ده اثنين ثلاثه فاسلز اللي ما تقفلوش بيدوا بلس سبلاي لمين؟ لليليام. هيجي ده اللي هو الليليام بقى الليليام ده هيلف حواليه كده. ايه؟ مش مهم انت فاهم الصوره ناشا برافو نام شويه. خلينا في اللي مش فاهم تمام؟ الليليام بيبقى لافف عليه. الليليام بيبقى روتيتنج عليه يعني عشان ياب كانه محوط على البلود ايه؟ سبلاي بتاعه فسموا دي انوملي غريبه اسمها وات؟ ابل بيل انوملي. انوملي اسمها ابل بيل وانا معاكم فعلا الرسمه مالها؟ لا الرسمه ما هياش ايه؟ ما هياش حلو. طب بلاش اعتبروا الرسمه دي مالها؟ ده في ناس بتيجي الشطه بالمنع كله اخر السنه. لا مش هنعقد نفسنا اعتبروا الرسمه دي ايه؟ لا ليليام مش هسكيمك. ليليام ماسك في البلس سبلاي بتاعه. الجيجرام هو اللي ايه؟ الجيجرام هو اللي هسكيمك. يمكن يبقى في رسمه ثانيه وانا ظريفه؟ لا للاسف مش لاقي ايه؟ رسمه دي ممكن تبقى ظريفه. ده الليليام لابس حوالين مين؟ البلس سبلاي بتاعه. دي ممكن تبقى رسمه ظريفه شويه. ما علينا نيجي بقى لحاجه اسمها مار روتيشن. انا كل ده عمال اشرح في ايه لغايه دلوقتي؟ لا ما انا كل ده عمال بشرح موضوع اسمه ايه؟ لا يونيتر انت فاينل ايه؟ اوبستراكشن. عندي جيجرن اتريزيا وعندي انيمال كانكرياس وعندي جيجرن ويليال ايه؟ اتريزيا. في عيال بقى يا عيال عندهم مشكلة في الروتيشن. طب بلاش الروتيشن عشان صعب نشرح موضوع اسهل شوية عشان الناس ما تقفلش. يعني الروتيشن؟ روتيشن سخيف. هنشرح السيتي فايبروزس والميكونيا ميدياس عشان سمعنا عنه فين؟ بالاطفال. الميكونيا ميدياس ده الميكونيا ميدياس ده سمت كده سمت كده الواد الميكونيا بتاعه لازق مش الواد اول ما بيتولد بيطلع ايه؟ ميكونيوم. الميكونيوم بتاعه لازق عامل زي الجبس كده ميكونيوم لازق. فالميكونيوم اللازق ده ياس الميكونيوم اللازق هيروح يتزنق في اضيق حته في السمول انتستين. مين اضيق حته في السمول انتستين؟ الترمينال ايليوم. فالميكونيوم لما يحجر بالبلدي في الترمينال ايليوم فالطفل يجي له نيونيتال وات انتستينال اوبستراكشن. بيسموا الوقت ده حاجه اسمها ايه؟ ميكونيوم ايليوم. الميكونيوم قفل الايه؟ السمول ايه؟ انتهى. وطبعا لما الواد يجي له ميكونيوم ايلياس خلينا في الكلام الحلو الظريف الجميل يعني لما الواد يجي له ميكونيوم ايلياس والترمينال ايليوم هو اللي يتقفل هتبين مين بريزنتنج سيمتوم في الواد؟ كوليكس ديتنشن فوميتنج بايلد بين وابسوليوت كونستيبيشن. ولما نيجي نفحص الواد اللي عنده ميكونيوم ايلياس جنرالي من كتر الترجيح هيبقى الواد ماله؟ دي هايدريتد. من كتر الترجيح هيبقى الواد ايه؟ دي هايدريتد. ولما نيجي نفحص الواد في الميكونيوم ايلياس لوكالي هنلاقي ايه بالانسبكشن؟ ديستنشن. هنلاقي ايه بالبالبيشن؟ هايبر ريزونانس. هنلاقي ايه بالاوسكالتيشن؟ اكسلنت سانر ساوند. يعني لغايه دلوقتي هو انتستانر اوبستراكشن ايه؟ عادي. هناخده نعمله ايه معامل؟ عادي. صوديوم بوتاسيوم وكيدني فانكشن تيست وارتيال بلوك جاسز عشان احتمال يجي له ميتابوليك اسيدوز. هناخد نعمل له ايه راديولوجيكال اللي عنده ميكونيوم ايلياس؟ بلينكس راي. في البلينكس راي بقى الميكونيوم ده اللي هو متحوش فين؟ في التيرمينال ايليوم بيبنى الفيلم خالص كده بلون ابيض هيزي. يمكن خدتوها في جراحه الاطفال
فلما بيبدا الاكس راي بلون ابيض هزي كده في الاكس راي كان في حاجه سبيسيفيك اسمها جراوند جلاس ابييرنس ولا ما خدتوهاش؟ عامله زي لون الازاز ده كده. صور الازاز يا شباب. ما كانش جراوند جلاس ايه؟ ابييرنس اللي هو يعني الاكس راي هزي كده. طبعا الاكس راي الهزي ده اللي مليان بكوريا واكل بقى شكل الدايليتد لوبس ومغطي على شكل الايه؟ الفلويد ايه؟ ليفل. حتى لو انا كاتب في الورقه فلويد ليفل وانا عايز في الميكوني ميليس الواد عنده جراوند جلاس ايه؟ ابييرنس. دي فاصل ميموري في الميكوني ميليس. الميكونيوم اللي بان الاليف بيبان حاجه بيضاء كده في الاكس راي. فماني بيبان حاجه بيضاء في الاكس راي فبيسموه جراوند جلاس ايه؟ ابييرنس. طيب نيجي بقى للعلاج. نفس الفكره كده. مش كل عيان عنده انتصان لوبستراكشن نعمل له ايه؟ نعمل له سيرجري. لو انا متاكد ان الواد ميكونيا ميليس وتاكدت ازاي ان الواد ميكونيا ميليس بالاكس راي في حاجات ثانيه. منين؟ من جراوند جلاس ايه؟ ابييرنس. بيعمل حقنه شرجيه بدواء كحه. والله العظيم بيجيبوا دواء كحه كده ميوكوليتك ويعملوه بيه حقنه شرجيه. هيعمل ايه الميوكوليتك؟ هيداوي مين؟ الميكونيوم اللزج. فالميكونيوم ايه؟ ينزل وكده انا عملت ريليف لمين؟ انتستان اوبستراكشن. فده علاجه اهو. ده تاني انتستان اوبستراكشن عندنا علاجه مش وقت على طول. سيرجري. واحد كان علاجه ايه بتاع الانفانتاين انتسسبشن؟ نفخناه عشان نفك ريدكشن. وده الميكوني ميديس كان علاجه ايه رغم ان هو انتسان ريدكشن برضه؟ حقنه شرجيه بايه؟ بدواء كحه اللي هو مكتوب عندكم في الورقه اسمه ايه؟ ان ستايل ايه؟ سيستاين. تمام. ايه؟ والله ما عارف انا برضه نظرت الفارما برضه يعني ما كنتش مذاكر فارما كويس. نيجي بقى للحاجات اللي تبني في الميكونيا ميليس. سمعتوا عن عيانين عندهم حاجه اسمها سيستيك فايبروزيس. عندهم حاجه في الاطفال اسمها ميوكو ايه؟ بيسيدوزيس. وانا ما سمعتوش عنها في الاطفال. ايه؟ سمعت معانا في البار ده اللي هما بيبقوا عندهم السكريشن بتاعتهم بيسد ما فيهاش بروكيوليتيك انزايمز. يعني البنكرياتيك سكريشن مثلا بتاعتهم ما فيهاش تريبسن. البنكرياتيك سكريشن ما فيهاش ايه؟ تريبسن. والتريبسن هو اللي بيعمل ايه في الميكونيوم؟ بيدوبه. البنكرياتيك ده الديزيز اسمه سيستيك فايبروزيس او ميكوفيسيدوزيس. البنكرياتيك ما فيهاش تريبسن فالتريبسن بيدوب الميكونيوم ما دابش. السكريشنز اللي بتطلع من التراكيه واللنج والكلام ده كلها ما فيهاش الميوكوليتكس اللي ربنا خالقها. يبقى عندهم بيس السكريشن. دي مشكله في كل حته بيسد. حتى الاسواد بتاعهم الديزيز يعني الاسواد بتاعهم يعني بيبقى ما فيش فيه فلويد كتير. ده الديزيز الكبير اللي اسمه سيستيك فايبروزيس او ميوكو ايه؟ بيسيدوزيس. فلقوا ان اللي عندهم سيستيك فايبروزيس هيبقى بريزنتد في الجراحه في الامرجنسي بحاجه اسمها وات؟ ميكونيو ميديس. يعني اللي عنده سيستيك فايبروزيس ده هيجيله ريبيتد اتاكس اوف ريسبيراتوري تراك انفكشن. ليه هيجيله ريبيتد اتاكس اوف ريسبيراتوري تراك انفكشن؟ عشان السكريشنز بتاعته ما فيهاش ميكوليتكس. اللي عنده سيستيك فايبروزيس على اللونج ران ممكن لما ياكل ما يعرفش يهضم كويس. ليه لما ياكل ما يعرفش يهضم كويس؟ ما فيش بنكرياتيك انزايمز. انما كامرجنسي وهو طفل هيبقى بريزنتد لينا حاجه اسمها وات؟ ميكونيا ميديس. فدي النسب اللي ملخبطاكم. دي النسب اللي هي 95. انا كاتب ايه في الورق؟ من 75 ل 95% من العيانين عندهم ميكونيا ميليس عندهم سيستيك فايبروزيس. يعني لو جبت 100 عيان نيونيل عنده دلوقتي وقت جبت 100 عيان عنده ميكونيا ايه؟ ايليس. هيطلع تقريبا 90 واحد
90 واحد مين اللي عندهم ايه؟ ميكونيوم ايليس. هم عندهم ميكونيوم ايليس عشان هم عندهم الديزيز الكبير اللي اسمه سيستيك فايبروز. لو جبت 100 واحد عنده ميكونيوم ايليس هيطلع 90 واحد عندهم ميكونيوم ايليس عشان عندهم سيستيك فايبروز. انما بالعكس غلط. يعني ايه بالعكس غلط؟ لو جبت 100 طفل، لو جبت 100 طفل، 100 طفل بريء، 100 طفل عنده وات؟ سيستيك فايبروز. الديفيشنسي في الانزيمز فاريبل، مش كل الناس عندها كومبليت ديفيشنسي فين؟ في كل الانزيم. فلو جبت 100 واحد عنده سيستيك فايبروزس او ميوكوفيسكوزس اللي هيجيلهم منهم ميكونيوم ايليس 15 بس. صعبه النسبه دي؟ اقولها تاني عشان تفهموها. لو قصادي في جراحه الاطفال 100 طفل عنده ايه؟ ميكونيوم ايليس، هيطلع معظم الاطفال اللي عندهم ميكونيوم ايليس، معظمهم اللي عندهم ميكونيوم ايليس عشان هم عندهم وات؟ سيستيك فايبروزس. انما لو جبت 100 طفل مولود عنده ايه؟ سيستيك فايبروزز، مش لازم كلهم هيجي لهم ايه؟ ميكونيوم ايليس، على حسب الفاريبيليتي اللي في الانزيمز. وده اوتوزومال ريسيسيف ديزيز، ودي من ضمن الحاجات اللي بتعمل يوريت انت الفاينل ايه؟ اسره. حلوه. برضو كراديولوجيكال دياجنوزز، احنا شخصنا الميكونيوم ايليس ازاي؟ بالكلينكس ليه كان في حاجه اسمها جرام بلس ايه؟ ابيرنس. هل في حاجه ثانيه بيشخصوا فيها الاطفال؟ اللي انا عايز اتاكد ان عندهم تبسان الاوبتراكشن ديو تو وات؟ ميكونيوم ايليس. بيخلوه يرفع الاكس ري بتاعه بعد ما يعمله. ياخدوا الفومتنج بتاعه ويحطوه على مين؟ على الاكس ري بتاع الواد. تمام. المفروض اي واحد بيرجع، الفومتنج بتاعه فيه ايه؟ تريبسن. اي واحد بيرجع البومبنج بتاعه بتريبسن. التريبسن ده بيعمل هاله بيضاء في الاسود بتاع الاكس راي. هاله بيضاء بياكل الجيلاتين بتاع الاكس راي، الاكس راي فيلم ده جيلاتين. الواد ده اللي عنده ميكونيوم ايليس البومبنج بتاعه ما فيهوش وات؟ ما فيهوش ايه؟ تريبسن. ما يعملش مين؟ الهاله البيضاء. فمكتوب عندكم في الورق في تاتي ثاني اسمه وات؟ اكس راي ايه؟ ليكوفاكشن تاست. To diagnose ميكونيوم ايليس X-ray جيلاتين ليكوفاكشن تيست. يعني بالبلدي انا لو طفيت على X-ray، او رجعت على X-ray، المفروض انا عندي ايه؟ المفروض انا عندي تريبسن. بعد نص ساعه نلاقي X-ray بتاعي ماله؟ في هالو بيض. دول ما عندهمش الهالو بيض. وللمره المليون الواد ده علاجه ليس ايه؟ سيرجري. اتاكدوا انه عنده ميكونيوم ايليس. بيعمل الحقنه الشرجيه دي تدوب الميكونيوم. وبعد كده على فكره ان شاء الله، يعني ان شاء الله ما يسدش تاني. يعني بعد ما يدوبوها بالميكونيوم المفروض انه ما يسدش تاني. ليه المفروض ما يسدش تاني؟ عشان هيبتدوا الوقت على طول يدوا له ايه؟ يدوا له تابلس، ولا يحطوا في لبن اللي هم اي حاجه فيها ايه؟ تريبسن. عشان بيت لو فاضل اي ميكونيوم، لو فاضل اي سكريشن تازك في الانتستين تدوب. فهي بتبقى اتاك واحده وايه؟ اتاك واحده وايه؟ وخير. طيب. الواد ده ممكن تعمل له عمليه؟ ممكن تعمل له عمليه. امتى تعمل له عمليه الواد اللي عنده ميكونيوم ايليس؟ لو ما ايه؟ لو ما ينفعش معاه. فتعالى نشوف هنعمل له ايه عمليه. ده الجيجر بتاعه. مين ده اللي برسمه في الاخر؟ مين ده؟ الليليا موسيقى. مين الميكونيوم؟ الميكونيوم هنا مسنوقه. ويا خساره الميكونيوم ما دافش فين؟ بالحقنه الشرجيه اللي فيها دواء كحه دي. انا طلعت 60 الميكونيوم مش عايز يدوب. فالواد لسه عنده اكتوت ايه؟ الفاينل ايه؟ اوبستراكشن. فيعملوا ايه بقى في الواد؟ خلاص الميكونيوم بتاع ملعب جوه بقى عباره عن جبس. تمام؟ طيب لو عاملين ايه في الواد؟ يشيلوا الحته دي. شيلوا الحته دي اللي فيها ايه؟ ميكونيوم. تمام؟ ويعملوا برايمريز. مش هتقولي كلامك في الورق؟ لا. بيعملوا ريسكشن برايمري ايه؟
هنضمود لي بعد كده هياخد وقت. هياخد ايه الوقت بعد كده؟ بنكرياتيك انزايم. فالريسبشن اوف برايمري انا مش عايز اكتر من كده، الريسبشن اوف برايمري انا هتموت. ولا انتوسايد ولا انتوديلا، هيعمل ريسبشن اوف برايمري وياخد بنكرياتيك تيبلس. اخر حاجه في العيال بتعمل انتستينال اوبستراكشن المال روتيشن. المال روتيشن. انا ريسكشن برايمري اناستموزس فول ستوب. خدنا جوجن الاتريزيا، خدنا جوجن الويدي الاتريزيا، خدنا سكيما اوف انتستينال اوبستراكشن، خدنا ميكونيا ميدياس، خدنا انجيال البنكرياس عشان نختم حاجه اسمها وقف. نيونيتال ايه؟ انتستينال اوبستراكشن هناخد حاجه اسمها المار روتيشن. عشان نفهم المار روتيشن يبقى لازم افهم مين الاول؟ الروتيشن، لازم افهم الروتيشن. هشرح على الخرطوم ده. شعر الخرطوم ده. تعالى صوري صوري عادي. دي الانتستين بتاعتنا الفور جات. هي مش كل الانتستين بتلف، مين اللي بيلف؟ الفور جات اللي بيلف. الفور جات بيخلص فين؟ طب الفور جات ابتدى فين؟ سوري اللي بيلف الميت جات، انا سرحت وانتوا سرحانين معايا. اللي بيلف الميت جات، اللي بيلف الميت جات، الميت جات ابتدى فين وخلص فين؟ اللي بيلف الميت جات. الميت جات ابتدى فين وخلص فين؟ الميت جات ابتدى، الميت جات ابتدى عند الجنكشن ما بين السكند والثيرد بارت بتاع اليوترس. ده الميت جات. الميت جات خلص فين؟ الميت جات عند الجنكشن ما بين البروكسيمال ثيرد والديستال ثيرد بتاع الترانسفيرس كول. كل ده اسمه ايه؟ ميت جات. ده الميت جات ابتدى ما بين السكند والثيرد بارت بتاع اليوترس. خلص عند الجنكشن ما بين بروكسيمال ثيرد والديستال ثيرد والترانسفيرس كول. مين المين بلو سبلاي بتاع الميت جات؟ ايوه اسمه ايه الارتري؟ سوبريم سنتريك ارتري. فاللوب ده كله اهو، اللوب ده كله اهو، اللوب ده الطويل ده كله بدايته هنا مين؟ ثيرد بارت اوف ذا ايه؟ نهايته هنا فين ده؟ حته في الترانسفيرس كول. ده الديودرام وده الترانسفيرس كول. الحته البيضاء اللي انا حطيتها دي تمثل مين طبعا؟ تمثل ايه مثلا؟ السيكم. انا عايز الحته البيضاء دي تمثل السيكم. انا عايز الحته البيضاء دي تمثل السيكم. واحنا في الامبريولوجي كده، واحنا في الامبريولوجي كده طبعا كانت الابدومينال كافيتي، كانت الابدومينال كافيتي ما بيسعش مين؟
السمول انتستين والميد جاب، فكان الميد جاب بيطلع في الامبيليكال كورد كده. الميد جاب بيرجع فين؟ في الامبيليكال كورد كده اهو. وكلنا واحنا فورس او فيبس انترا يوتراين الانتستين كلها طلع في الامبيليكال كورد لو فاكرين في الامبريولوجي. فاكرين في الامبريولوجي كلمه فيسيولوجيكال هيرنيا؟ يعني كانت كل مصارينا والله كل مصارينا كانت فين؟ كويلد في كورد. طب انتوا مش خدتوا امبريولوجي؟ طب انتوا مش فاكرين وانتوا صغيرين حصل لكم القصه دي؟ ده الفور جات يا دي النيله مش الزفت. الفور جات ده مين ده؟ ده الميت جات. الميت جات طلع في الكورد كده يا ناس منبهره، طلع في الكورد كده وكلنا جالنا حاجه اسمها وط فيسيولوجيكال هيرنيا. تمام؟ بعد كده الميت جات وهو فين؟ في الكورد. لف كده، لف كده اهو. دي مشكله؟ ايوه مالكوا لف كده والله يا ريت لف كده. الكلام ده علينا والله. لف كده كده السيكم يمين ولا شمال؟ كده السيكم في العين يمين ولا شمال؟ شمال. كده السيكم شمال. دي ده اللوب اهو، اللوب طلع في الكورد كده. بعد ما طلع في الكورد كده عمل اول روتيشن. ماشي تمام كده. سيكم يمين ولا شمال؟ شمال. عليا انا سيكم ايه؟ شمال. هنعيش بالانتستين في الكورد؟ مش هنعيش بالانتستين في الكورد. عشان مش هنعيش في الانتستين في الكورد فلازم نعمل ايه؟ لازم ايه؟ لا لازم ترجع تاني. لازم انتستين ايه؟ ترجع تاني. والانتستين بترجع تاني؟ ما ينفعش ترجع كده. ليه ما ينفعش انتستين ترجع كده؟ السيكم ماله؟ السيكم شمال. فالانتستين وهي بترجع تروح الانتستين عامله ايه؟ لفه كده. لما الانتستين بتلف كده السيكم جه ازاي؟ يمين. يعني الانتستين ما رجعتش كده. الانتستين رجعت ازاي؟ رجعت كده. حلو قوي؟ حلو قوي. الانتستين طلع كده. الانتستين طلع كده. دي اول ايه؟ اول لفه. دي اول لفه. تاني لفه الانتستين عايزه ايه؟ ترجع تاني. وهي بترجع تاني فالانتستين بص هتروح عامله ايه؟ هتروح عامله كده. فكده السيكم جه فين؟ يمين. السيكم جه يمين صاب هيباتيك. صاب يعني فين صاب هيباتيك؟ تحت الليفر. المفروض يحصل ايه عشان نتولد طبيعيين؟ تالت لفه. ايه تالت لفه؟ السيكم ينزل لتحت. انتوا ما خدتوش جامعه دكتور يوسف؟ لا 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 لو في حاجات منها هتبقوا فاكرين لغايه دلوقتي ما ذاكرتوهاش انتوا، خدتوها بس ما ذاكرتوهاش. فعشان كده ده يا جدي ده الميد جات. انا ماسك مين ده؟ سكند بارت اوف ذا تيودر. وانا ماسك مين؟ اخر الترانسفيرس. والابيض ده هو مين؟ السيكم. فيتولوجيكال امبيليكال هرنيا حصل كده. والانتستين طلع فين؟ في الامبريكال ايه؟ كورد. بعد كده دي اول روتيشن. السيكم جه وط؟ السيكم شمال. والانتستين بترجع؟ والانتستين بترجع لازم تحصل لفه دي. السيكم جه يمين. السيكم جه يمين. السيكم جه يمين. ايه تالت لفه؟ هينزل لتحت. يعني بالبلدي كده في يوم من الايام في الجي اي تي هناخد السايكل. هناخد في يوم من الايام الاكيوت ابندسايتس. وفي يوم من الايام هنقول لكم في الاكيوت ابندسايتس ان الاكيوت ابندسايتس طبعا في الرايت ايه؟ الياك فوسط. في الرايت الياك فوسط. بس في عيانين بيبقى عندهم الاكيوت ابندسايتس شبه الاكيوت كوليسيستايتس لان السيكم عندهم وط. السيكم والزايده ايه؟ صاب هيباتيك. الناس اللي عندهم الزايده صاب هيباتيك عندهم مشكله في اي مشكله من الروتيشن؟ المشكله في اي مشكله من الروتيشن؟ اخر واحده ان السيكم ما ينزلش. لما ناخد الهرنيا
هناخد الهيرنيا هنقول لكم في عيال بتولدوا اطفال بتولدوا الانتست بتاعتهم كلها طالعه في الكورن طالعه في الكورن هيبقى عندهم مشكله في اني لفه هيبقى عندهم مشكله مش في لفات هيبقى عندهم مشكله في الايه في الرجوع الانتست ما ايه ما رجعتش تمام تمام احنا بقى النهارده في اليونيت انتستينال اوبستراكشن هنتكلم في العيال الانتستين رجعت الانتستين رجعت بس ما ايه ما لفتش الانتستين رجعت بس ايه ما لفتش فدول هيبقى عندهم السيكم فين شمال يعني عندهم كل حاجه شمال يعني عندهم تقريبا سيكم شمال عندهم المنظر ده الدنيا رجعت دي كانت الدنيا عامله كده الدنيا رجعت كده العيال اللي عندهم الانومالي دي الانتست رجعت بس ما ايه ما لفتش بيبقوا اكتر عيال لايبر في الدنيا اللي يجي لهم حاجه اسمها بورنلس نيوناتور بولبولس نيوناتورا يعني ايه كلمه بولبولس نيوناتورا يعني الانتستين تلف جوه الانتستين تلف جوه ولما الانتستين تلف جوه الانتستين هتلف بالميزتري بتاعها ولما تلف بالميزتري بتاعها يحصل صاد القفله في البلاس سبلاي بتاع الانتست بلاش 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 ده سيجمويد انا عارف اللي حصل النهارده صعب ده سيجمويد ده سيجمويد السيجمويد ساعات ده سيجمويد بيلف كده بصوا على الخرطوم لف كده لما لف كده قفل مين؟ ده سيجمويد كان كده ده سيجمويد كان كده وده اللي بيديه وات؟ بلو سبلاي فالسيجمويد لف كده فلما السيجمويد لف كده قفل مين ومين؟ قفل بلو سبلاي وقفل على نفسه مين هنا؟ اليومن فده بقى الحاجة التانية اللي بتعمل انتستينال اوبستراكشن اسمها كلمة ايه؟ بولبولس تعالى مصطفى ساعدني بقى عشان انا مش لاقي ولا غير اكل كده انت ما حالا يا ده حالا يا ده حالا يا ده حالا يا بابا انت انا عايزك تقول على الصبوره انت ده ده وكده ده مش انتست خالص النهارده ده مش هنخليها انت ده هنخليها في كوبري اسمه ليه سيجمويد كولون تمام السيجمويد كولون هيلف كده مين الزنا هنا ده؟ البلس سبلاي واليومن اتقفل على نفسه. فالفولبلس ده لو حبيت هتصنفه تبع الانتستينال اوبستراكشن. الفولبلس ده هصنفه سيمبل والحصه اللي فاتت ولا ميكس استرانجوليشن؟ ميكس استرانجوليشن. ده الفولبلس اللي بيحصل في الكبار، مين اللي بيحصل له فولبلس؟ السيجمويد. تمام. ده السيجمويد. خليك بس. انا بحاول الف اهو بصوا انا بحاول ايه الف انا مش عارف الف هخلي مصطفى يعمل حاجه تانية هخلي مصطفى يعمل لي سيجمويد كده انت الاول كنت عامل ازاي يا مصطفى سيجمويد كنت عامله كده فانا جاي الفه ايه فاعملوا لي بالطريقه الثانيه اعمله كده الفه ازاي لفيته اسهل ولا اصعب دلوقتي حط الطريقتين يا مصطفى حط الطريقه كده انا مش عارف الف حط الطريقه الثانيه اهو لف معايا بالصوره يعني بالبلدي كده الاورجن اللي بيحصل فيه بولبس اللي له وايد بيز ميزنتري ولا له نارو بيز ميزنتري نارو بيز ميزنتري ولا كلام صعب قوي مين الموبايل اللي محطوط هنا ده موبايل موبايلي كده ما اعرفش مين طبعا في حد بيتكلم سيبني
خلاص لما الرنه تخلص بقى نشوف. يعني الاورجان اللي بيلف لازم يكون له انفيزيبل تري نارو بيز. تمام. الانتستين الانتستين اللي هي السمول انتستين، حبيبي افهم الكلام اللي في الورق، مش يعني مش بالفهم، انت بتفهم مني انا. السمول انتستين، السمول انتستين اللي هي جوجرام ويليام ليو ميزن، بس السمول انتستين دايما ليها وات واي بيز. عشان كده السمول انتستين، السمول انتستين مش كمان يحصل فيها ايه بولبس. تمام. اللي بيعمل وايت بيز للسمول انتستين، اللي بيعمل وايت بيز للسمول انتستين، الانتستين كانت طالعه كده بالخرطوم، طالع كده بالخرطوم، فلغايه دلوقتي ليها وات نارو بيز، لفت كده ليها ايه نارو بيز. لما هي بترجع السمول انتستين وهي ايه بترجع بتعمل الروتيشن 180 دي، بيتحول البيز بتاعها لايه وايت بيز، ما يحصلش فيها بولبس. انما مشكله العيال الصغيرين، مشكله العيال الصغيرين انها طلع في الكورد بوات نارو بيز، لفت اول لفه بايه نارو بيز، جت ترجع تاني جوه الانتستين كده، راح ترجع السمول انتستين بايه بالنارو بيز بتاع الميزنت بتاعها. فاللي عنده مشكله في الروتيشن بتاع الانتستين هو الطفل اللي يجيله مشكله ان يجيله وات بولبس في السمول انتستين. يا رب يبقوا فهموها، ما اقدرش افهم اكتر من كده. يعني هو جاله مش جاله بولبس نياتورم عشان عنده مشكله في اللفه. طب ايه المشكله اللي في اللفه بتاعته؟ يعني ايه المشكله اللي في اللفه؟ اللفه دي اهي زي الراجل بتاع الفطير، اللفه اللي انا عمال اشرحها دي هي بتخلي السمول انتستين ايه وايت بيز ما يحصلش فيه بولبس. لما ترجع زي ما هي بترجع بايه بنارو بيز. يا رب يبقوا فهموها. طب طفل طالما مولود بنارو بيز ميزنتريك سمول انتستين لايف يجي له حاجه اسمها وات بولبلس نياتورا. لما الانتستين ترف على بعضيها كده، لما الانتستين ترف على بعضيها قفلت اليومن وقفلت الايه البلس سبلاي، قفلت اليومن وقفلت البلس سبلاي، ولا انا غلطان؟ حلوه حلوه. فاهم الاول كان اشباح طايره فوق مش فاهمين اي حاجه، ايه القرف اللي احنا فيه ده؟ ايوه يا فادي. هو لما المشكله في اللفه نفسها في الانتستين ولا هي لفت بس المشكله في البيز بتاعت يعني اخر لفه اللي حضرتك شرحتها دي؟ لا انا زرعت اللفه الكبيره. تمام انا فاهمها، بس اللفه الكبيره دي اللي بتحول البيز من نارو بيز لوايت بيز. اللوبس بقى بتاعت الانتستين نفسها بتلف عادي طبيعي، بس هي الفكره في البيز ما بيبقاش وايت بيز، بيبقى لسه نارو بيز. واللفه اللي بتحصل دي، اللفه بتحصل دي هي لفه كرونيك، فما بتقفلش الباسل، دي بتحصل كرونيك وتبتدي الباسل تعدي من تحتها. انما اللفه اللي هي البولبلس، البولبلس دي لفه اكيوت، فهمتني؟ انما كل الحاجات دي كان انتست بتلف والبلس سبلاي بيقعد يجي لها ما بتقفلش بلود ايه؟ سبلاي. ده النورمال امبريولوجي ان انتست تلف ويبتدي الباسل تدخلها من غير ما تلف. انما اللفه البولبلس دي اللي بعد ما اتولد دي لفه ايه؟ اكيوت مره واحده قفلت وقت بلس سبلاي، فالطفل اتولد من ميتنت الساينال ايه؟ اوبستراكشن. والبولبلس غالبا نيجي على السكيما العامه، البولبلس غالبا الواد عنده كلينيكال بيكتشر اوف وات انتستاينال ايه اوبستراكشن، والانتستاينال اوبستراكشن ده غالبا الواد هيتفتح، غالبا الواد هيتفتح. تمام. ما ده ملوش حل. ولما الواد يتفتح حاجه من الاثنين، الانتستين لفت، هيلاقوا الانتستين يعملها يعملها، الواد اتفتح خلاص. يا باي كل انتستاينال اوبستراكشن الانتستين هي ايه؟ يا فايبر يا نون فايبر. لو الانتستين فايبر هنعمل فيها وات؟ لا ما ح... لو انتستين فايبر هنعمل ايه في اللفه؟ هنلفها ونثبتها عشان ما ايه؟ ما تلفش يعني. ولو انتستين جانجنس هنعمل ايه في الواد؟ ريسبشن وبرايمري ايه؟ برضه الواد ده بالفن يعني، الواد ده ممكن يبقى عنده جانجرين في حتت كتير. كله يتعامل فيه وات؟ ريسبشن. اللي عندهم بقى بولبلس نياتورم او اللي عندهم مشكله في المال روتيشن، عشان حد يبريك الصلاه عارف الكلام كان تقيل، اللي عندهم مشكله في البولبلس نياتورم ده او في المال روتيشن هم اللي عندهم باند اوف ليد اللي هي تطور الحس على الحس. ايوه هم اللي عندهم باند اوف ليد. مش اتفقنا من ضمن الحاجات اللي بتفرق يوتن حاجه اسمها وات؟ باند اوف ليد. العيال اللي عندها مشكله في الروتيشن وبالمناسبه برضو بالمناسبه يعني مش لازم كل طفل، مش لازم كل طفل، مش لازم كل طفل اتولد بمشكله في الروتيشن يجي له وات
فولفرس نياتورم. احنا بنقول اللي جاله فولفرس نياتورم غالبا عنده مشكله فين؟ بالمرض. نفس الفيلم العربي اللي جاله ميكونيا ميلياس، اللي جاله ميكونيا ميلياس غالبا كان عنده وقت سيستيك فايبروزيس. بس مش لازم كل واحد عنده ايه سيستيك فايبروزيس جيله ايه ميكونيا ميلياس. نفس الفيلم العربي اللي عنده مشكله في المروتيشن هو اللي هيبقى يجيله وقت هو اللي هيبقى يجيله فولفرس نياتورم. بس مش لازم كلهم يجيله وقت، مش لازم كل اللي عندهم مشكله في الروتيشن يجيلهم ايه فولفرس نياتورم. لو عندهم مشكله في الروتيشن ممكن يجيلهم حاجه ثانيه نتيجه مين؟ الفاندوفلاد. تطلع ايه الفاندوفلاد دي؟ الفاندوفلاد دي الفاندوفلاد ده السيكم اهو، ده السيكم. الفاندوفلاد دي هي اللي بتاخد السيكم تنزله لتحت، مش اتفقنا في المرحله الثالثه؟ في المرحله الثالثه حصل ايه؟ المرحله الثالثه بتاع الروتيشن السيكم ماله؟ نزل لتحت. السيكم نزل لتحت، السيكم نزل لتحت، بينزل بحاجه اسمها ايه؟ فاندوفلاد. زي دي، دي ما كانت بتنزل لتحت، دي كانت بتنزل لتحت. مين في البيولوجي كان بياخدها ينزلها لتحت يساعدها؟ لا مش السيمانتيك فورد يا فندم، السيمانتيك فورد كان فوق هنا. خدتوها من البيولوجي، مين بياخدها ينزلها لتحت؟ جوبرناكرم. في ناس فاكرها كلمة جوبرناكرم ده اللي كان بيساعد التستس ياخدها ايه؟ ينزلها لتحت. مين كان بياخد السيكم ينزله لتحت؟ الفاندوفلاد. الفاندوفلاد اللي بياخد السيكم ينزلها لتحت. السيكم فين دلوقتي؟ اللي عندهم مال روتيشن، السيكم فين دلوقتي؟ لا اللي عنده مال روتيشن، اللي عنده الانومالي دي في المال روتيشن. انا بتكلم على الوقت اللي عنده مشكله ان التست ما لفتش. السيكم اتفقنا فين؟ الشمال. السيكم شمال. السيكم شمال، السيكم شمال. انا ما بتكلمش على مشكله في الروتيشن الثالثه، انا بتكلم على الوقت اللي هو كان السيكم يمين وما حصلش روتيشن وعنده نارو بيس فحصل لهم فولفرس نياتورم. السيكم شمال. السيكم شمال. فالسيكم شمال فالباندو بلاد دي بتبقى معديه كده عشان تحاول تنزل، موجوده لسه ما ايه؟ ما اختفتش. وجود الباندو بلاد دي وهي معديه من الشمال لمين؟ لمين؟ ممكن تقفل الديودنا من بره. ممكن تقفل الديودنا من بره. فعشان كده في انواع الديودنا الاتريزيا في حاجه اسمها الديودنا الاتريزيا ديوت وسط. باندو بلاد. يعني بالعربي حضرتك بالعربي الطفل اللي اتولد بالمشكله دي اللي هو عنده مشكله في الروتيشن، عنده مشكله في الروتيشن الثانيه دي لايبل يجي له حاجتين. الطفل اللي بيتولد بمشكله في الروتيشن اللي عندهم السيكم فين؟ شمال. لايبل فور تو تايبس اوف انتستاينال اوبستراكشن. لايبل ايه وايه؟ لايبل للفولفرس نياتورم. ولو ما جالوش ايه؟ ولو ما جالوش فولفرس ايه؟ نياتورم ممكن يجيله ايه؟ ديودنال اوبستراكشن باي وات؟ بانتوفلاد. ممكن ربنا يحبه. في ناس ربنا بيحبها. ممكن ايه بقى لو ربنا بيحبه لو عنده مشكله في الروتيشن؟ ما يجيلوش حاجه خالص. هو اتولد بالكونجنتال انوملي دي وعايش ايه؟ وعايش بيها. اتعشى ما تبقاش الحصه يعني ما تبقاش كلام معقد قوي. لا اعطيك واحد يقول لك الحصه مالها معقده بس احنا مش عايزين نكسفك النهارده. يعني انا اول مره احس ان احنا ايه؟ لا ما حدش يقول لي مش فاهمين. فاهمين بس الكلام ايه؟ مش بتاع كل حصه. طب ممكن ناخد بريك شويه عشان نلطف الجو شويه وبعدين نرجع لحاجه حلوه. انا كل ده كنت بشرح حقيقي بس في النص الاولاني من الحصه. نيوريتال ايه؟ انترستاينال اوبستراكشن.